إذا ماذا صنعت الآن بالنسبة للدعوة أكثر من هذا؟ الحمد لله دعوتي يعني متعلق بالكتب. ها نعم بدأت تكتب. أيوة أنا أكتب كتب دعوية. بأي لغة؟ بلغة جلوية. باللغة الجلوية. إذن أكتب باللغة لغتين. نعم. لغة جلوية ولغة إنجليزية. نعم الإنجليزية. الإنجليزية. وكتب جلوية اللغة جلوية أكثر. الحمد لله. نعم لأن الناس يحتاجوا هذا أكثر. يحتاجوا هذا. ثم لو تعطي الإنجليزية ممكن يعرف يقرأ. نعم نعم. اللغة الإنجليزية لكن لا. لا يفهم. لا. هنا لغة الفهم. أيوة. هي الجلوية. أيوة. مع أنه يعرف يقرأ الإنجليزية. هكذا. فهذا أفضل. أفضل. نعم. إذن يعني أكتب هذه الكتب الحمد لله الآن. وتطبعها وتوزع عليه. أيوة ووزع يعني مجانا. مجانا. ليس للبيع. مجانا. أي نعم. يعني أكتب. وإذا وجدت يعني صاحبك مثل أنت. نعم. أطبع. نعم. أطبع كما مية نسخة. نعم. أو 200 نسخة. ما شاء الله. أنا يعني. توزعها. هكذا. ما شاء الله. هذا الذي أفعله. لأن الآن الكتاب. أيوة. يعني أنت تذهب لكن الكتاب يبقى. كتاب يبقى. أيوة. وممكن الكتاب يبقى آلاف السنين. الله أكبر. صحيح. ويكون صدقة جارية لك. صدقة جارية لأن ممكن تطعمهم الآن طعام يأكلوا في خمس دقائق. الحمد لله. لكن تعطي الكتاب. الكتاب يبقى ممكن سنين طويلة. الحمد لله. الحمد لله. إذا ذهبت في الغابات. نعم. أنا أحمل معي يعني بعض الكتب. أيوة. ما شاء الله. وأعطيهم يعني كالهدية. هدية ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله. لأن الهدية تؤثر فيهم. هكذا. نعم. ترجمت قرآن بلغة جلوية. ما شاء الله. مع لجنة. كاملا. كاملا الحمد لله. نعم. كاملا بلغة جلوية. لكن مختصر أو مطول؟ لا مطول. ما يعني في كم صفحة تقريبا؟ تقريبا 900 صفحة. 900 صفحة تقريبا. أيوة. أي ما شاء الله. يعني كبير جدا. كبير جدا. كبير جدا. نعم. ركزت في على العقيدة. نعم في العقيدة. أوكي في لجنتي في يوجد يعني شخص يعني متخصص بالعقيدة. متخصص في العقيدة. يوجد الذي متخصص. اللجنة التي تراجع هذا التفسير. أيوة أيوة. في يوجد صاحب الذي يعني متخصص باللغة اللغة العربية. اللغة العربية. اللغة العربية. نعم. وأنا متخصص باللغة الجلوية. نعم. لا أنت لا تصلح تراجع لازم يراجع إنسان يعني لا يعرف يكون ضدك. أيوة. حتى يخرج الأخطاء. نعم نعم. نعم. إذن هذه اللجنة الحمد لله فعلنا ما فعلنا والآن أكملنا. نعم. القرآن كلها أما كل القرآن. كل وطبعت. لا أو طبعت جزء عامة فقط. جزء عامة فقط. نعم. وباقية يعني في يد يعني مصححين. ها باقي إلى الآن. أي حتى الآن. أحسن لازم تراجع مراجعة دقيقة هكذا. لأن القرآن هذا. هكذا. نعم. هذا قرآن بلغة جلوية.